وانتم طيبين. رمضان كريم. زي ما معودينكم دايما في برنامج فطار النجوم، كل يوم بنفطر مع نجم جديد. فطرنا النهارده مع واحد من اهم وابرز نجوم الكره المصريه بشكل عام، وعلى الاسماعيلاويه بشكل خاص. هو اول واحد حمل كاس دوري ابطال افريقيا، هو الماضي الجميل والحاضر المشرف اللي عزمنا على الفطار عنده النهارده، الكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه. تعالوا بسرعه نشوف العزومه هتكون ايه. يا كابتن كل سنه وحضرتك طيب. يا كابتن ربنا يخليك. يا كابتن شكرا. يا وبعد الفطار يحلى الكلام، جينا فطرنا على طول، وعلى طول هنتكلم مع الكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه. ان انا حقيقي مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده معاك يا كابتن، وميرسي جدا على اليوم الجميل اللي قضيناه معاك النهارده والاجواء الجميله في رمضان. كل سنه وانت طيب. واحكي لي بقى عن يومك في رمضان. بخير، ومصر كلها بألف خير، والناس كلها باذن الله في رمضان بيبقى رمضان روحانياته جميله. هاي هاي يومك ازاي بقى يا كابتن في رمضان؟ في رمضان طبعا النشاط بيقل شويه يعني كالمعتاد، غير طبعا الوقت ده غير وقت ما كنا بنلعب، ووقت احنا كنا بنتمرن واحنا صايمين، ساعات بنلعب ماتشات واحنا صايمين في افريقيا وحاجات كده يعني. فلكن دلوقتي طبعا الوضع اتغير، فطبعا بنصوم والحمد لله وكل حاجه، بنصلي وبنسهر الفجر ونقعد شويه، وبعد كده طبعا بنستريح بقى شويه، وبعدين نقوم بعد كده نمارس بقى اليوم العادي. ان احنا طبعا بنأدي الفروض طبعا الحمد لله. بحب اتابع بقى النشاط بتاعنا، انا بمشي كل يوم تقريبا، وفي رمضان غالبا امشي قبل الفطار يعني، او بمشي بعد الفطار بالليل يعني، يمكن عشان بطرح الاكل والحاجات دي كلها الواحد يقدر، لان بتعود كل يوم امشي. فالطقوس طبعا بتتغير في رمضان عن الايام العاديه. بس شفنا حضرتك في الفطار يعني ليك طقوس كده معينه يعني، بلح مش عارفه عصير. مش يعني الاكل بقى ايه؟ لا طبعا الاول يعني عشان الواحد يبقى خفيف برضه، لانه صعب جدا الواحد يعني يكبس على الاهل على الاكل وبعدين يبقى في مش قادر يتنفس. لا احنا كناس رياضيين برضه عارفين انه يعني زي ما امرنا الرسول طبعا عليه الصلاه والسلام ان انت لازم تسيب جزء للنفس بتاعك وبتقدر تتحرك وكده. فطبعا انا بقى يعني بقى اما المدفع بيضرب بناخد التمر، نتمر ونفك يعني نكسر الصيام بتاعنا، وبعدين نصلي المغرب ونقعد شويه، وبعدين ننزل بعد كده مع الاسره بقى والاولاد كلهم بيبقوا عندي هنا وكده، بنبتدي بقى نفطر ونقعد قعده جميله جدا. وبعد كده طبعا بنقعد بقى الشاي بيحلى بقى والحاجات الحلوه والحاجات دي، وبعد برضه بنروح بعد كده جامع جنبنا هنا بنصلي، بتمشيها بقى اخدها ماشي جامع جنبي، بتمشيها اروح ماشي نيجي ماشي، عشان بس الواحد يعني ما يقطعش الرياضه خالص يعني. وفي نفس الوقت بنستمتع بقى بالروحانيات الجميله وبالصلاه مع جماعه، واجواء رمضان اجواء جميله حقيقي. سبحان الله يعني بيجي الاجواء يعني فعلا جميله جميله، لدرجه ان الواحد في يعني ما بيخ يعني ما رمضان بينتهي بيبقى مش عارف يظبط نفسه في حاجه. لا احنا اتعودنا على الايام الحلوه والايام الجميله دي، وعلى فكره يمكن في اسر كتيره ما بتتجمعش مع بعض غير في رمضان يعني، كل واحد بيروح شغله وكده، لكن في الفطار ما حدش بيغيب يعني كله بيبقى حاضر. فاذا الاسر دي بتتلم فعلا رمضان بيحب اللمه، وهي فعلا اللمه بتبقى جميله جدا في رمضان، لان كله بياكل في وقت واحد. اول يوم رمضان بقى يعني متعود يبقى هنا في البيت والاولاد رمضان طبعا دلوقتي ما عادش بلبي مثلا دعوات كتيره بتبقى كده، لان برده بتبقى الظروف بيبقى صعب شويه، لان رمضان بيبقى محتاج وقت يريح الواحد، يقرا شويه برضه بحب اقرا واخلص مثلا المصحف ونقرا فيه، فليه طقوس خاصه فالواحد بيتفرغ لها شويه. فلذلك يعني ما اعرفش العزومات بره بتاخرك شويه عن حاجات من اللي انت بتحبي تعمليها.
لو اتكلمنا بقى عن يعني انا اول ما جيت البيت هنا شفت الطقوس زي ما هي الفانوس على باب البيت والحاجات الجميله والطقوس يعني مهتم جدا يا كابتن يكون موجود الفانوس والاجواء الرمضانيه في المنزل ده صحيح لانه الاولاد اولادنا بقى بيبقوا بيفرحوا يعني اول حاجه بيفكروا فيها اول ما رمضان عايزين فانوس فنجيب الفانوس لسه بنجيب فوانيس عندي اسماعيل عندي ولاد ولادي يعني محمد عنده زينة وعنده كارما وعنده علي وعنده هانيا وسارة عندها مريم وتاليا وسمية عندها ابراهيم واسماعيل ان شاء الله فدول بقى ابراهيم اسماعيل 4 سنين ولسه صغيرين فبيحبوا الفانوس ويحبوا يعيشوا في الاجواء اللي احنا كنا بنعيشها زمان يعني احنا كنا نحب جدا زمان بقى الفانوس ونمشي عند الجيران والحاجات دي كلها في اسماعيليه طبعا كانت جميله فالولاد بيحبوا الطقوس دي تفتكر الاجواء دي زمان واتكلمنا عن حته بقى الشارع كان بيتزين ازاي بالفوانيس وانت كنت بتشارك معاهم ازاي؟ طبعا لا الشارع كان بيتزين وكان احنا مع بعض ونعدي على الجيران نخبط ونعمل ويدونا التمر ويدونا الحاجات دي الجميله دي كلنا كنا صغيرين كانت الحاجات دي وكان عندنا طبعا في اسماعيليه عادات جميله يعني مثلا تبص تلاقي اللي عامل مهلبيه يروح موزع على الجيران اللي عامل قمر الدين يوزع على الجيران اللي عامل اي نوع من الحلوى وحتى لما لغايه ما توصل في العيد اطباق الكعك والحاجات دي كلها لازم يبدلوها مع بعض دي كانت طقوس عندنا في اسماعيليه لانه احنا كنت عايش منطقه تحس ان كلهم اهلك لانه منطقه اللي جنب الاستاد دي بشارع شيرين كلهم مساكن هيئه قناه السويس وكلهم كانوا موظفين هيئه قناه السويس والولاد كلهم صحاب فكنا بنتبادل الحاجات دي مع بعض فكانت دي طقوس جميله جدا انك تتبادلي بقى كل اللي يعمل عمل جميل عايز يدوق الناس منه يدوق الجيران منه وزي ما قلت في العيد تبص الاطباق بقى الكعك والبسكوت والغريبه والحاجات دي على طول رايحه جايه الدورات الرمضانيه انت صغير بقى. ما دي بقى كنا بنستغل رمضان ده كان عشقنا بقى في الكوره بقى لان الكوره طبعا الكوره يعني كانت واخده جزء كبير جدا من الصغر لان احنا زمان يعني اسماعيليه كان فيها 3 4 عربيات فكنا بنلعب في الشارع من غير ازعاج لا في عربيات ولا في خوف ولا حاجه وخصوصا المنطقه اللي عند الاستاد كمان في الحته اللي جنب سور الاستاد دي حته مقفوله وجميله جدا وحاطين فيها بتاع ده جوال خشب محطوطه متظبطه والناس يعني اتعودت على كده وبعدين لما جاء حتى الدكتور عبد المنعم عماره جاء وزير وقصدي كان محافظ اسماعيليه بدا يحط فيها ينور الملعب بالليل عشان الناس تلعب يعني عايز يلعب ولا كده بالليل بالذات خميس وجمعه وكده اللي عند الاستاد اللي عند الاستاد بينور ونازل كور تنس لان احنا كنا بنلعب كوره تنس ما بنلعبش كوره شراب فتلاقي في كل شارع فيه كور تنس وتلاقي الملاعب متنوره وكان رمضان طبعا كل بقى الحاجات اللي بنحبها بنعملها في رمضان كوره التنس يعني كنت بتلعب لا ما بنلعبش زي مثلا في اي ناس تانيه تلعب شراب احنا بنلعب كوره التنس ولذلك ده سر برضو انا بقول ان لعيبه النادي الاسماعيلي عندها مهاره عاليه وكان معروف الاسماعيليه يقول لك برازيل مصر وكده لان كلهم كانوا حريفه من ايام بقى صلاح ابو جريشه وفتحي نافع وبيضو وسيد ابو جريشه والمجموعه الجميله دي وبعد كده طلع شحته ورضا والعربي والسقه ومين درويش وامير ويعني مش عايز انسى حد كل دول وستربوش كل دول كانوا بيلعبوا في الشارع اصلا كوره فطلعوا كلهم بيلعبوا الكوره الصغيره دي علمت المهاره لان اللعيب لما يتحكم في كوره صغيره قد كده مؤكد في الكبيره هيبقى اداؤه افضل فالاسماعيلي بالذات اسماعيلي وبورسعيد كانوا بيلعبوا الكوره التنس وكنا نروح نلعب بعض يعني كان يجي فرقه من بورسعيد تلعبنا نروح نلعب في بورسعيد تفتكر لنا موقف موضوع الدورات الرمضانيه بينك وبين زمايلك لا هو في موقف كتيره بس يعني مره عملوا عليا مؤامره في لان انا كنت زمان بلعب بدماغي يعني من صغري قبل ما اروح النادي كان معروف ان انا بلعب بدماغي فكنت بس اقف جنب الجول بتاعنا يمسك الكوره اول ما امسكها اروح حادفها لي اروح اعملها بدماغي جول بس فعملوا مؤامره مره عليا لانه لقوني بقى يعني الجول مره الكره في التنس دي اللي بقول عليها دي لما بتتقشر لما بتتشال بتبقى يا اما سودا
يا اما رمادي. ايوه فكنا بنلعب بالكره السوداء، فالحارس مرمى بدل الكوره كانوا عاملين مظبطين، هم مربطين عاملين كومبينه عليا، كنت صغير مثلا كنت 13 سنه 14 سنه، وراحوا عاملينها بلاك، عاملينها كوره، عاملينها زي الكوره السوداء كده بلاكايه زي الكوره، وحدفوها، رحت انا عاملها بدماغي بعد دماغي مفتوحه اتنين يا رب، والدم، وراحوا جاريين، كنا يعني مؤامره صعبه شوي جدا، لا شوي جدا، وراحوا جاريين كل واحد روح بيته وسابني، لان لمتها بدماغي رحت متعور دماغي اتفتحت. فلا يعني كان في نوادر بينا حاجات كتير، الصبيان بالذات كانت جامده، لكن ده عقاب بقى اللي بيلعب بدماغ وقتها. عائلة كروية يعني بامتياز بامتياز، ده حقيقة. أكيد بقى في ذكريات بينك وبين كابتن صلاح وكل العيلة، سواء في الكورة أو في الأجواء العائلية والأكلات اللي أنت بتحبها من وأنت صغير في رمضان. والله نبدا بالكوره، لانه يعني انا كل الحديث كنت بسمعه في جوه البيت كلها معظمه كوره، لان كان ورد الله يرحمه حارس مرمى، صلاح ابو جريشه كان نجم نادي الاسماعيلي ونجم القناه بعد كده، محمد الله يرحمه كان الاسماعيلي، كان عندي ثلاث اخوات اربعه بيلعبوا في الاسماعيلي، لكن ابرزهم كان صلاح، لانه صلاح لعب ولعب وكان هداف الدوري موسم 56 57، يعني كان هداف الدوري صلاح ابو جريشه. ف اسمع الكلام كله عن الكوره، فغويت ان انا يعني ابقى جزء من المشاركه في الكلام ده يعني، لكن الوالد رحمه الله عليه كان ما كانش يحبني العب كوره خالص، لان انا كنت شقي قوي وعلى طول في الشارع بنلعب، وعلى طول سايب الدنيا كلها وعلى طول في الشارع، فكنت اهرب منه ساعات وارمي مثلا يعني هو كان لاعب كوره ومش عاوز، كان حارس مرمى. طبعا هنا خلي بالك حضرتك ان بنتكلم في الخمسينات، كنت عيل صغير، ما كانش في كوره، ما كانش ليها الجو بتاع النهارده، ما كانش بقى تلفزيونات، وما كانش الدنيا راقت، والكوره بقت يعني عمل بيفتخر بيه اللعيبه النهارده، لا كان وقتها لا كان مضيعه للوقت، يعني كان مضيعه للوقت، الوالد كان يعني بيخاف طبعا بطبيعته على مستقبلك، فما كنت لما اجي العب اهرب منه، يعني اهرب اروح النادي، رحت بدات اروح النادي شويه، فكنت ارمي اللبس من السور بتاع اللي احنا دور ارضي بجنينه كده، ارميه واطلع قدامه عادي ما فيش حاجه، وانا راجع اعمل نفس الحكايه، ارمي اللبس الشنطه بتاعت لبس الكوره واخش البيت بس. فمره وانا راجع رميتها، وقعت عليه، كانوا في الجنينه وقعت عليه، فراح بقى قابلني على الباب بقى مقابله جميله، مش عايز انا مش عايز اشرح بس، فيعني كان لكن الاسره امي على العكس، امي كانت تحبني جدا وتشجعني، شجعني ان العب وسامعه، والناس في الشارع انا كنت معروف في الشارع وفي الاحياء قبل ما اروح النادي، يعني يسمع على وكانوا ساعات يتخانقوا عليا، يعني يقول لي علي معانا في الفرقه دي، لا ده معانا احنا، ده يعني كده من صغري. كابتن علي انا حقيقي مبسوطه جدا كنت موجوده معاك بجد، والله سعيد بالمجموعه كلها، ربنا يخلي حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يخليك. مشاهدينا، وده كان يومنا النهارده مع فاكهه الكره المصريه كابتن علي ابو جريشه، استنونا بكره مع نجم جديد وضيف جديد وفطار النجوم، رمضان كريم.